وعادت الخرطوم كما يعرفها ساكنوها وحتى زائروها إثر قرار تعليق العصيان المدني من قوى الحرية والتغيير. أسواق ومحال تجارية ومصارف فتحت أبوابها أمام الجمهور، صورة بددت مخاوف الانزلاق إلى المجهول. سياسيا يبدو أن المناخ السياسي المتقلب كان محفزا لميلاد تحالفات جديدة لقوى سياسية كانت جزءا من مسرح المشاركة في النظام السابق، ميلاد وفق البعض يؤسس لرؤية عن طبيعة الحكم في الفترة الانتقالية، بينما تراه قوى سياسية أخرى محاولة لقطع الطريق أمام الاتفاق الثنائي بين الانتقالي وقوى التغيير. في أول خطوة هم بدأوا بالمسار الثنائي الخاطئ الإقصائي ده، لذلك يعني توصلوا إلى هذه المحطة وإلى هذه النتيجة السالبة. المطلوب الآن هو ماذا ينبغي عمله نحو القوى التي كانت مشاركة في السلطة السابقة. هؤلاء يجب أن يدركوا أنهم أجرموا في حق البلاد. لم يقتصر المشهد فقط على بروز التحالفات السياسية، بل تعداه للمكونات الثورية. تحالف شباب السودان الثوري أعلن عن نفسه ليكون جزءا من العملية السياسية، يضم 15 مكونا فاعلا في الحراك الثوري منذ انطلاقته. الآراء الحرة، أهلا وسهلا ومرحبا بها. الوقت الآن وقت بتاع بناء دولة، ما وقت بتاع إقصاء ولا وقت. لابد من الآن يحصل نوع من التعافي السياسي. التعافي السياسي لا يعني التنازل عن الحقوق. بالتوازي مع هذا الحراك، تصدر المشهد خبر إفشال محاولة انقلاب عسكري قام بها ضباط ينتمون للجيش وجهاز الأمن والمخابرات. خبر الانقلاب نفاه المجلس، لكنه أكد وقوع الاعتقالات، ما فتح الباب أمام تفسيرات عديدة. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.